مشاهدينا مساءكم خير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده النهارده من كل يوم خلينا نبدا اخبارنا من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اللي ناقش تطورات مشروعات وزاره الزراعه في مختلف المجالات وكذلك مشروع تنميه سينا تعالوا نشوف تقرير عن اجتماع الرئيس النهارده ونرجع مره تانيه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والساده مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه، ووزير الموارد المائيه والري، ووزير الزراعه واستصلاح الاراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي صرح بان الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزاره الزراعه في مختلف المجالات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدوله، خاصه من خلال دعم المشروعات الناجحه ذات الانتاج والعائد المتميز، وتعظيم رقعه الاراضي الزراعيه، كما وجه السيد الرئيس بتدعيم منظومه مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهوريه ورفع كفاءتها لصالح زياده الانتاجيه وجوده هذا المنتج الغذائي المهم، مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد. وقد وجه السيد الرئيس ايضا بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفه حجمه وانتاجيته والتوسع في اشراك الجمعيات الاهليه في هذا الاطار لما لها من شبكه تواصل فعاله مع صغار المربين على مستوى الجمهوريه ولتقديم مشروع نموذجي لهم واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد استعراض اخر مستجدات عدد من مشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي بما فيها المشروع القومي لاحياء البتلو ومشروع زياده انتاج الالبان ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الانتاجيه بالمزارع بهدف زياده الثروه الحيوانيه ومشروع التحسين الوراثي كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنميه سيناء والنظر في المقترحات والسيناريوهات المطروحه في هذا الصدد، خاصه فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الاراضي فضلا عن جهود توفير الموارد المائيه والبنيه الاساسيه اللازمه لدعم تلك المشروعات. نروح لملف سد النهضه. النهارده اكدت السودان موقفها الثابت بشان اهميه التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وقديس بابا والقاهره قبل بدء الملء الاول لسد النهضه والمتوقع في يوليو المقبل واعتبرت السودان ان توقيع اي اتفاق جزئي للمرحله الاولى لا يمكن الموافقه عليه نظرا لوجود جوانب فنيه وقانونيه يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها اليه التنسيق وتبادل البيانات وسلامه السد والاثار البيئيه والاجتماعيه وده كان في خطاب ارسله رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في رد على رساله رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد والمتعلقه بمقترح اثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الاول واكد حمدوك لاثيوبيا ان الطريق للوصول الى اتفاقيه شامله هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الاشهر الاربعه الاخيره وبمناسبه اليوم العالمي للتمريض وجه الرئيس السيسي التحيه والتقدير للعاملين في مجال التمريض وقال الرئيس على الصفحه الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في يوم التمريض العالمي وبالاصاله عن نفسي وعن الشعب المصري العظيم اقدم تحيه تقدير واحترام للعاملين في مجال التمريض ممن يقدمون تضحيات غاليه من اجل تلك الرساله الانسانيه النبيله التي يؤدونها بجد وشرف خاصة تلك المرحلة الصعبة ويثبتون خلالها كفاءتهم وإخلاصهم للوطن وأبنائه. نروح بقى لملف كورونا، النهارده أصيبت النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا وتم عزلها بمستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبتت إيجابية التحليل. ربنا يتم شفائها على خير ان شاء الله واللي عايزه اقوله انه البرلمان مستمر ولن يتوقف عن عمله لان ده واجب ورساله وطنيه جلسات المجلس هتستمر في الانعقاد مع اتخاذ النواب كافه الاجراءات الوقائيه داخل وخارج المجلس لسه مكملين في ملف كورونا عايزه اتكلم في موضوع الحقيقه محزن وغريب وتفاصيله صادمه هنتكلم عن الشاب محمد نادي اللي استهان بموضوع الكورونا وكان يعتقد ان الكورونا مؤامره سياسيه واقتصاديه تعالوا نسمع جزء من اللي قاله محمد نادي ونرجع تاني كورونا فزاعة وأوانطة وطعم إحنا بنبلعه إحنا مصريين خايفين من دور برد إحنا مصريين اللي بناكل الخضار من غير ما يتغسل احنا يا مصريين اللي بنتنفس 24 ساعة عوادم عربيات خايفين يا جماعة والله العظيم انا راجل لا محلل سياسي ولا دكتور ولا حاجة بس انا بقول وجهة نظري دي اوانطة واحنا شربناها ده اللي قاله محمد واللي شفناه مع بعض ده كان فيديو لمحمد يوم 16 مارس يعني تقريبا من 55 يوم لكن بعد فتره اتصاب محمد بفيروس كورونا وتوفي النهارده لكن قبل وفاته كان كاتب بوست على فيسبوك قال فيه انه بقاله اسبوع في العنايه المركزه وقال انه ياما الناس نصحته بانه يقعد في البيت وبلاش خروج وانه لازم يتخذ الاجراءات الوقائيه وكان ندمان انه استهتر ومعرفش خطر المرض ده غير لما اصابه وتوفى دلوقتي بسببه اظن ما فيش اكتر من كده عزة انا ما رضيتش اعرض الحقيقة الفيديو اللي قدامكو كامل او اطلع الصوت محمد واضح انه خلى حد يصوره ده الحقيقة يعني فيديو صعب شوية واظن ما فيش اكتر من كده عايزه عشان نعرف خطوره الموضوع او خطوره الفيروس اللعين اللي فيه للاسف ناس مازالت بتتعامل معاه لحد يومنا النهارده باستهتار ربنا يرحم محمد نادي ويرحم كل شهداء هذا الفيروس اللعين عندنا موضوع مهم جدا النهارده الحقيقه منتشر على فيسبوك الحقيقه عامل لنا يعني كلنا صدمه مش يعني مش سهله يعني احنا عايز انا عايزه اقول ان احنا مش هنشرب من نفس البئر مرتين خلاص عرفنا انه مسموم احنا مش بس عرفنا احنا تاكدنا ما هو الدليل واضح الدليل واضح وقدام عينينا سموم. توكل كرمان واللي زيها اللي لفوه كده في علبة هدية مكتوب عليها الثورة والحرية لفولنا الموضوع ده في علبة وحطوه في ورق لف هدايا كده وربطوه لنا عليه الثورة والحرية طلعت قنابل جابت الخراب للوطن العربي كله عشان كده خلاص خلصت اللعبه مش هنسمح لتوكل كرمان واللي زيها واللي وراها انهم يلعبوا بينا تاني او يرجعوا بوشوش تانيه او ايه خلي بالكم يرجعوا بوشوش تانيه وقصص تانيه ينشروا الفوضى بتاعتهم انا ليه بقول كده انا بقول كده الحقيقه لأنه الأمر غريب غريب أمر السادة القائمين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بدل ما يحافظوا على خصوصية مستخدمي الموقع ويحاولوا يحسنوا علاقتهم بالناس بيرتكبوا حماقة جديدة في حق العالم العربي بيجيبوا ديل من ديول جماعة الاخوان الارهابيه ويخلوها ايه بقى؟ مع مجموعه مسؤوله عن المحتوى المنشور على فيسبوك الديل ده اسمه توكل كرمان الناشطه اليمنيه المولد اخوانيه الهوى والتوجه واللي وصفت الرئيس المخلوع محمد مرسي ايام اعتصام رابعه بامير المؤمنين اختيار توكل كرمان الحقيقه اثار جدل كبير وغضب بين معظم مستخدمي فيسبوك في المنطقه العربيه وده عبر عنه خالد السليمان في صحيفه عقاز صحيفه عقاز السعوديه لما قال فيسبوك لما تضع توكل كرمان في قائمه مستشاريها لتحديد المعايير الاخلاقيه للمحتوى المنشور على صفحاتها فان ذلك يعني احد امرين اما انها تجهل حقيقه نشاط كرمان القائم على التعصب الفكري والانحياز الحزبي والاقصاء لكل المخالفين والتحريض على ممارسه العنف والايذاء ومخالفه القوانين او انها تعرف حقيقتها وتجد فيها فائده لتحقيق اهداف مشبوهه الحقيقه انا كست مصريه وعربيه كنت اتمنى اكون فخوره باختيار ست عربيه في مكان زي ده زي اللي هم مختارين فيه او ليه توكل كرمان انه تكون في ست عربيه باسم محترم مجلس حكماء الفيسبوك بس لا المكان اللي اختار ولا الاسم اللي اختاروه يخلي الواحد يحس باي فخر فخر ايه اللي هنحس بيه في اختيار هذه الشخصيه بالعكس الحقيقه أنا شايفه إن ده شيء يعني ممكن يحسسنا بالقلق والخراب كمان لأننا قدام واحده حولت بلدها أصلا لخراب عشان تخدم الإخوان. اه توكل كرمان ما سابتش فرصه إلا ودعمت الإرهاب والميليشيات المسلحه في سوريا وليبيا والعراق تحسها كده وش خراب وش فوضى. ودلوقت بقت جوه مكان هو نفسه بينشر الاكاذيب والفوضى، ده بالظبط اللي بنسال عنه هل اللي اختاروا توكل كرمان عارفين انها بتحرض على ممارسه العنف وانها دراع للاخوان؟ هل هم عارفين ده ولا هم عارفين وبيستخدموها لاهداف مشبوهه؟ انهي فيهم؟ الاجابه واضحه الاجابه طبعا واضحه لانها واضحه فانا بضم صوتي بقى للحمله الكبيره اللي انطلقت عشان نطالب الفيسبوك بحذف توكل كرمان من قائمه الاشراف على المحتوى لان تاريخ كرمان كله فوضى ودم وتشجيع للخراب والارهاب وانا بطالب كل وطني النهارده وعربي في العالم العربي ومصري بدعم الهاشتاج اللي انا منزلاه او هنزله اللي هو احذفوا كرمان قبل ما اختم اخبارنا النهارده الحقيقه اليوم فقدنا فنان من طراز فريد كل واحد مننا ليه ذكرى معاه وليه موقف ومشهد راسخ في عقله وقلبه النهارده وبهدوء شديد رحل عن عالمنا الفنان القدير الموهوب والمحبوب ابراهيم نصر النجم صاحب البسمه اللي قدم الكاميرا الخفيه سنين طويله وباشكال مختلفه وبدون تجريح ولا اهانه واللي شارك في اعمال تلفزيونيه وسينمائيه ورحل عن عمر تقريبا 70 عام من العطاء والحب رحم الله هذا الفنان الموهوب بقدر ما رسم الضحكه على وجوه محبيه وعشاقه مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل بقيه حلقتنا واحدة <applause> الأخ أبو عبيدة ربنا اختاره للشهادة بعد ما أزاق الزبانية بأسها مرة بعد مرة ودك مدرياتهم في القاهرة والدقهلية وحرق قلوبهم وقلوب من معه ربنا يعيننا ناخذ بتارة بلغ الإخوة اللي تقتلوه احرقوه ما يبان له ملامح المكان اللي تفجروه فجروه واحرقوه باللي فيه اريدها نارا تحرق قلوب ذويهم اريدها نارا تحرق الكل يعلموا ان ارسلناهم الى النار وقودها الناس والحجاره اريدها نار تحرق ما تخلي مشاهدينا اهلا بيكم ورجعنا مره تانية ونستكمل بقيه حلقتنا عايزه اقول في اول الكلام انه اكيد انه اهميه مسلسل الاختيار في انه بيوضح طريقين طريق اهل الشر وطريق اهل الخير طريق حب مصر وطريق اعدائها ومن ضمن اهل الشر اللي قدمهم مسلسل الاختيار هو الارهابي توفيق فريج الشهير بابو عبد الله واللي كان بيخطط ليل نهار لتدمير مصر واللي كانت اخرته لما كان بيتكلم عن جهنم والنار وبيقول لتابعيه اقتلوا الظباط واحرقوهم وفي نفس اللحظه دي زي ما شفنا في الفيديو مع بعض دلوقتي عربيته تنفجر وهو فيها بصاروخ في مشهد الحقيقه يليق بيه ويستحقه ونهايه يستحقها دور مش سهل في مسلسل كبير زي مسلسل الاختيار دور الحقيقه يعني يخطف العين ويشد الانتباه ويخليك تكرهه تكره الشخصيه دي من اول لحظه دور مش سهل لانه الفنان فيه بيجسد زعيم للتكفيريين دور صعب لانه بيعكس شخصيه معقده سيكوباتيه دمويه عقدته قتل الابرياء معانا النهارده الفنان المبدع اللي ابهر الجميع في دور توفيق فريج الشهير بابو عبد الله معانا الفنان ضياء عبد الخالق اهلا وسهلا يا استاذ ضياء اهلا بيكي ومبارك على الكلام الحلو ده ببارك لك الاول الحقيقه على دورك الرائع في مسلسل الاختيار والدور اللي هو دور ابو عبد الله تتضايق لو قلت لك يا ابو عبد الله ده داي يضايقك يعني فنيا يعني ب ب ب ب نتيجه ل لتحقيقي نجاح في الدور ما, ما عنديش مشكله بس انا افضل انك تقولي عبد الخالق تمام <تصفح> يبقى يعني ما فيش النية <تصفح> ابو عبد الله اسم شخصيا انا عملتها لكن شخصية نكحة هو مش جداً بس هو مش نموذج علشان أنا فنيا؟ اه. يعني انت زينا كرهتك كرهتني <applause> كرهت ابو عبد الله وانا بعمل كشخصية. شخصية. اه كشخصيه انا كرهت ابو عبد الله طبعا اه جل. اشوف حواجبك عملت ازاي زي ابو عبد الله دلوقتي و... <applause> لما جبنا السيره لكن وانا بادي لازم ابقى انا بنقل وجهه نظر الشخصيه امم فبس آه. وبعدين انا ممثل لازم افصل بين وانا بشتغل بين رايي في الشخصيه آه. في الحياه وبين طبعًا. تجسيد للشخصيه اصلا انت لو حطيت رايك مش هتعرف تعمل مش هعمل مش هتعرف تمثلها طب ما ليتش لما عرفت انك هتعمل دور ارهابي وارهابي يعني بال بال بالدرجه دي و والشخصيه دي اللي هي كلها عقد ده ده انسان دموي يعني ودي مش اول مره انا عارفه ليك هو بيبقى تحدي للممثل انه يعمل ادوار مختلفه م م م ومتنوعه ومختلفه عن طبيعته، م. يعني ده تحدي ان الممثل يقدر يعمل ده ويعمل ده كويس، بالعكس انا ما قلقتش خالص. ما قلقتش؟ لا خالص. تحديت نفسك؟ آه انا عايز آه آه. عايز اثبت ان انا ممثل اقدر اعمل آه م. م. حاجات صعبه بالشكل ده. طيب ازاي تم اختيارك بقى للدور؟ آه يعني احكي لنا عن جلستك بقى مع المخرج بيتر ميمي. آه بيتر ميمي بعت لي آه واتساب بصورة توفيق فريج ومقال طويل كتبه الأستاذ ماهر فرغلي هو باحث في شؤون الجماعات التكفيرية هو معانا في حلقة بكرة <applause> والمقال ده رسم لي صورة للشخصية صورة عميقة جدا من 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 بعد احداث تفجير شرم تفجيرات في شرم الشيخ 2006 واتقبض عليه ودخل السجن وقعد في السجن لحد 2009 وكان شخص منطوي جدا وما بيتعاملش مع حد وخامل وده ادى انطباع للجهات الأمنيه او ادى تقرير الامنيه كانت بتقول انه ده شخص خامل ولا يستطيع حتى قياده مجموعه صغيره <applause> ودبلوم تجاره توفيق فريق دبلوم تجاره وتاجر عسل في العريش وافرج مم. عنه في 2009 واسس تنظيم أن... ب... ب... بالخطوره دي تنظيم انصار بيت المقدس في مصر مم. وكان مسؤول عن عمليات تفجير خطوط الغاز في في سينا بعد 2011 ومسؤول و... 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 عن عمليات كتير جدا شفناها في احداث المسلسل تاريخ طويل بالارهاب فالشخصيه كانت بقت واضحة إلى حد كبير قدامي مم. زعيم تنظيم يعني يطمح لأنه يبقى زعيم دولة مم. يعني فخلاص أنا بقى عندي فكرة عن عن سمات شخصية مم. عن طموحات الشخص ده وأحلامه في الحكم مم. بالإضافة للسيناريو اللي كاتبه الدكتور باهر, باهر دويدار حاجة عظيمة جداً أه وبعدين بيتر بقى بعت لي بقى قال لي أه وهتجيد اللغه البدويه بطلاقه ما ده كانت لسه عايزه اسالك آه. انت أه كنت بتتكلم أه لغه عربيه ولغه سيناويه أه يعني بطلاقه جدا ازاي بقى استعديت انت او اتدربت على اللغه دي؟ أه او اللهجه أه تحديدا يعني أه سينرجي وفرت لي أه مصحح لهجه مم. من العريش اه الشركة المنتجة الشركة مم. المنتجة العظيمة مم. اللي عملت أعمال عظيمة ويعني آه... ليها كل التحية وسعيد آه... الكردي أنا لازم أقول اسمه ولازم أديله حقه وصحح اللهجة آه... بقينا نتقابل بقى جلسات عمل بقى مم. نقرا السكريبت السكريبت مكتوب باللغه العربيه وبال وبال اللهجه السيناويه لا باللغه العربيه لانه دكتور بهير ما عندوش درايه كافيه باللهجه السينويه فهو بيكتب وبعدين تصحيح بقى ده وظيفه حد يعني تحويل قعدنا بقى نترجم نترجم وانا اكتب وراه اه واقول له طب سجل لي بصوتك وبعدين انا اسمع وبعدين اسجل انا بصوتي على عشان يبقى معايا على طول لما اجي احفظ مم. فانا قعدت تقريبا شهر تقريبا شهر في عملية التحضير حفظ المشاهد علشان باللغة اللغة العنش. آه. شهر بحفظ الكلام كانت صعبة ولا سهلة بالنسبة لك؟ لا هي فيها صعوبة طبعا آه. فيها صعوبة أصلاً آه أصل أنت كنت بجد متقن يعني في إتقان ما هو إحنا صدقنا الشخصية ليه؟ لأن كل الأدوات اللي استخدمتها كان فيها تمكن م. م. فخلت المشاهد يصدقك الحمد لله مم. الحمد لله هو المجهود كان في في الحفظ وحفظ الكلام باللهجه باللغه بلغه اهل العريش علشان لما الممثل يجي يمثل ودي ده درس اتعلمته بصراحه من من اساتذتي الكبار استاذ جلال الشرقاوي في المعهد واستاذ محمد صبحي بره المعهد اشتغلت معاه في عمالقه المسرح كان يقول لنا لازم الممثل يحفظ حفظ تام أوه. وكان الاستاذ جلال الشراوي افتكر انه كان بيخلينا نحفظ مثلا لو بنعمل مسرحيه مش الممثل ما يحفظش دوره بس، أوه. يحفظ المسرحيه كلها بكل الادوار بيحفظ كمان دور زميله؟ طبعا طبعا طب الممثل المسرح يعني انا بشوف انه بي يعني ممكن يكون في فرق بينه او بيدي له درجه عاليه بيدي له ثقل بيدي له اتقان هل فعلا ممثل مسرح فعلا بتبي المسرح بيضيف له يعني لما بينتقل للدراما؟ هو في شويه في فرق بين تمثيل المسرح وبين السينما او التلفزيون، لكن طبعا بيضيف بيضيف اضافات قويه جدا وكبيره م. جدا، طبعا. م. المسرح ابو الفنون. فاللي بيتعلم تمثيل الاول مسرح بيبقى سهل انه انه يتعلم إنه يمثل قدام الكاميرا. <applause> طيب هنرجع بقى تاني لشخصية أبو عبد الله. أنت رسمت في دماغك إيه أو يعني النظرات الحادة اللي شفناها وشفنا كمان الغضب أحيانًا. وتعنيف طريقه تعنيفك في في مشاهد لما كنت بتعنف مثلا هشام عشماوي وعماد و... يعني, از... يعني عملت ده يعني رسم الشخصيه دي ازاي رسم الشخصيه ابتدى من من المقال من قرايتي الموضوع عن الشخصية بالإضافة لقرايتي للسكريبت بالإضافة لتوجيهات المخرج طبعا وإحنا بنشتغل مم. ممكن مثلا يبقى في منطقة الانفعال فيها أكتر شوية فيقول لي لا لو خففناها بقى أحسن الانفعال زاد أقل شوية لا ممكن نزوده مم. دي كلها حاجات تمام طيب نشوف المشهد بقى اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي ونفكر بيه الناس ونرجع تاني ونعلق ونتكلم في فيش تفرق معاكم كلها ارض الله وكل ارض الله ارض الجهاد لا تفرق يعني يا ابو عبد الله واحنا عرايس هتحركها زي ما انت عاوز ولا احنا عيال صغيره المفروض نمشي وراك واحنا ساكتين لو دي طريقتك اللي انت بتتعامل بيها مع رجالتك فاحنا لينا وضع خاص ما ينفعش نتعامل كده ولا نقبل نتعامل كده وايش كمان يا اخ هشام بس. يعني بدكم عامله مخصوص. ماشي الحال. بس بأمارتيش. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن الناس كلها زي بعض يا أبو عبد الله. قال: "ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات". صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا أخ عماد. رفع مين فوق مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح وانت بقى شايف ان احنا مش أتقل. لا تقطع أميرك والزم ماذا بالجهاد رفع مين فوق مين درجات رفعكم فوق إخوانكم المجاهدين هل أنتم أكثر تقوى وصلاحا منهم ورب الكعبة بيننا من هم أكثر منكم تقوى وصلاح أبو عبد الله عماد قصده لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا صدق الله العظيم وكلا وعد الله الحسنى هذا في الآخرة يا أخ عماد أنتم انضميتوا إلنا متأخر أي حدا معانا قبلكم خير منكم واعلى درجه ولا بدكم يعني اعملكم معامله مخصوص عشان كنتوا ضباط لو هذه طريقتكم في تصنيف الناس يبقى مكانكم مش هنا ربنا رفعنا فوق بعض درجات صحيح عشان كده رفعني فوقكم وامرني عليكم والزمكم طاعتي في المنشط والمكره في العسر واليسر والزمكم الا تجادلوا الامر أهلا هذا كلام ربنا مش كلامي يعني قطع كلام ربنا كلام هذا انتوا عارفينه زين قبل ما تنضموا إلنا وبايعتوا عليه اللي بيدخل جوانا ما بيطلع غير على الطريق من اثنين يا الجنة يا النار ما في طريق ثالث المكان هذا اللي احنا فيه امر لا يخصكم ما بدي فيكم حدا يسأل عنه تاني آه آه يعني فنان ضياء عبد الخالق عايزة أسألك سؤال مهم جدا يعني المشهد ده يعني أنا عايزة تعليق منك إزاي اتنين كبار في قيادات التنظيم أنت واقف بتعنفهم يعني آه وهم اتنين مش سهلين أبدا وواقفين قدامك زي التلامذة وقدرت فعلا بأدائك أنك أنت تتحكم وتوصل لنا هذا الإحساس أقول حاجة؟ اتفضل هم مش واقفين قدامي أنا زي التلامذة هم واقفين قدام ك... أبو عبد الله أيوه طبعا <applause> أنا قصدي كفن أبو عبد الله ده دماغ مش سهلة أيوه أه... احنا طول الوقت على فكرة بنتكلم على أبو عبد الله هو دماغ مش سهلة أيوه أه... بس للأسف في اتجاه خاطئ آه لا التمكن ده اللي انا شايفاه ده آه. انه انت جوه العمل نفسه هما اتنين من الـ الـ القيادات آه كانوا ظباط قوات مسلحه بالظبط و... مش سهلين كنبراه. وبيقوموا بعمليات ارهابيه معاكو تكفيريين وهما و... انا هقول لحضرتك اه ازاي لما إنك... لما هشام آه. عشماوي وعماد عبد الحميد انضموا للتنظيم ايوه آه ابو عبد الله فاهمهم مم. فاهم كل واحد بيفكر ازاي منهم كل واحد ايه طموحه وعايز يبقى قائد أيوة. وعايز ايوه ده اللي انا عايز اوصل له فهو كان بيبتدي انه مش في المشهد ده من قبل كده ابتدى انه يفرق بينهم يوقع بينهم مم. هو مش عايزهم الاثنين يبقوا فرق تسد فرق تسد بالظبط كده ده المبدا أيوة. اللي كان شغال بيه اه عشان يبقى في بينهم خلاف حتى في جمله بيقولها يصير بينهم خلاف ما هم بيّن أوه. خلاف في نفسياتهم في 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 ده في خلاف دفين بينهم من بعض مش واضح ومش عايزهم يبقوا اعداء ومش عايزهم اصدقاء علشان يقدر يسيطر عليهم لانهم لو اتحدوا الاثنين دول مع بعض ممكن يطمعوا خطر. في قياده, قيادة تنظيم ويركنوا ابو عبد الله على جنب هو ده طريقه تفكير ابو عبد الله وده العبقريه اللي كاتبها المشاهد العبقريه اللي كاتبها دكتور ماهر الدوار وهو بصراحه يعني انا الممثل لازم يقرا اللي بين السطور مم. مش مجرد الكلام اللي على السطح بس وده هتحسيه في،, في لحظات الصمت و... ونظرة العين لازم أنا بقرا اللي قدامي مم. وبقرا هو عايز يقول ايه من ورا كلامه أيه. و... وانا بقول كلامي والمعاني اللي ورا كلامي ب... ب... اللي ما قلتهاش بعوض عنها بنظره العين اللي هو الشخصيه بتفرق. يعني مش هارا. بتفرق آه بتفرق طيب احيانا كان الراحل مثلا احمد زكي كان لما بيعمل دور من كتر ما بيتقمصه وبيعيش الشخصيه وبيتقنها ما بيعرفش يطلع منها م. فانا هقول بقى انت وانت داخل الشخصيه وانت خارج منها هذه الشخصيه السيكوباتيه المعقده الدمويه هل احتجت مثلا وانا سؤالي جاد على فكره احتجت لطبيب نفسي يساعدك من حد من اصدقائك يدخلك في المود ويخرجك منه بعد كده التقدير الكبير للاستاذ احمد زكي استاذنا كلنا وانا بعشقه وبحب تمثيله جدا بس انا بختلف معاه في المدرسه انا ما بتقمصش وأنا شايف أن مدرسة التقمص دي مدرسة قديمة جداً وخطر جداً مفهوم خطر. التقمص عندك إيه؟ التقمص مش عندي أنا مش مفهومه عندي أنا مفهومه أوه. في الكتب مفهومه, في مفهومه اللي دارستي. أنت واخده المفهوم أنه 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 اللي أنت حضرتك قلتيه دلوقتي أنه الممثل يتقمص يتعايش يقدرش يخرج من الشخصية ويبقى محتاج دكتور نفساني بعدها مم. ده خطر ده خطر جدا على الممثل وعلى الممثلين اللي حواليه وعلى البيئه اللي هو عايش فيها وعلى بيته وعلى اسرته وعلى يعني كل يعني حضرتك شايف طيب انه اول المشهد ما يخلص خلاص خلصت بلاش. الشخصيه عند هذا الحد او الوقت اضيف حاجه فتح. التمثيل مهنه عقل وفهم مش مش شغلانه تقمص او تقليد م. فهم لو فهمت هشتغل صح م. من غير ما تقمص ولا احتاج دكتور نفساني ولا احتاج مصحه نفسيه ولا احتاج الحاجات دي مم. كلها. مم. انا ما اقصدش أه. على فكره آه أنا مصحه، بكأ... انا اقصد انه يشرح لك انه يديك مثلا نصائح، اصل هو إيه؟ الطبيب النفسي عباره عن ايه؟ عن كلام يعني لا يوجه مفهوم. لك نصيحه، لكن لم اقصد مثلا علاج حبوب ولا وانا ما اقصدش انه آه. الحالات اللي لا اقصد نفس اللي تقصديه. بس انا بقول لحضرتك انه انا ما بعتمدش على مساله التقمص اطلاقا انا شخصيه بتبقى مكتوبه ليها مواصفات نفسيه وأبعاد نفسيه عليا ان انا انقلها بصدق للمتفرج من غير ما انا ابقى الشخصيه دي تمام يعني طيب طبعا احنا متفقين ان مسلسل الاختيار يعني تقريبا معظم الشعب المصري ومعظم الوطن العربي بيتفرج عليه ومعظمهم كمان كره ابو عبد الله دي أهمني. حاجه تفرحك ولا تضايقك تفرحني لان هو ده <applause> يعني نجحنا يبقى احنا كده نجحنا تفرحني جدا طبعا حد مثلا كلمك في التليفون حد قابلك قال لك ايه بقى انت ارهابي قديم مش عارف ايه الحاجات اللي هي التعليقات دي انت اه في 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 كوميكس كتير جدا في الفيسبوك وفي أو السوشيال أو ميديا موتتني من الضحك يعني تمسك بحلمك ضياء عبد الخالق ابتدى ارهابي صغير في كباريه نفسه ينول الشهاده لحد ما ربنا كرمه بقى امير جماعه ف... وما شاء الله كبروا بقى زعيم تنظيم أو شفتها اصل احنا الشعب المصري عنده فطره مش موجوده وعنده لما يكره حد ما خلاص بقى يقلب عليه فاحنا طبعا يعني كلنا كارهين لشخصيه ابو عبد الله. طيب حريك في كلامك قلت انه انه الشركه المنتجه جابت لك حد انه يساعدك خليني بقى اسالك في اسالك في حته الشركه المنتجه دي الشركه المنتجه ممكن تكون سبب في نجاح عمل او سقوطه او نجاح فنان او سقوطه؟ طبعا ده بيحصل ممكن مش في سقوط في نجاح عمل لا ممكن فنان يفشل على فكره بسبب عمل الشركه المنتجه ما توفرلوش الادوات اللي ينجح بيها ممكن يعني ممكن مثلا مثلا انا ما بفهمش على فكره في الفن بس يمكن على قدي يعني مثلا مهما كان أدائك كويس وانت ممثل او فنان محترف لكن بيخدم عليك ادوات امكانيات طبعاً، طبعاً. زي مثلا الاضاءه الاخراج تنفيذ المشهد بالاداء المظبوط بالامكانيات المطلوبه في مجموعه عناصر هامه جدا عشان المنتج، الناتج الاخير اللي بنشوفه على الشاشه يبقى ناجح م. لو عنصر من العناصر دي اختل او مش مظبوط الشغل كله هيبوظ لو ممثل بيعمل مشهد واحد كان مش كويس هيأثر على اللي حواليه فتضافر العناصر دي كلها اللي, اللي بيوفروا شركة الانتاج نمرة واحد شركة سينرجي عملت عمل رائع وأعمال رائعة وعظيمة وانا بشكر الشركه الاستاذ تامر مرسي الاستاذ حسام شوقي الاستاذ فتحي اسماعيل وكل القائمين على العمليه الانتاجيه في في الشركه المنتجه لانهم عملوا حاجات عظيمه في الكام سنه اللي فاتت وبشكرهم لانهم حطوا ثقتهم فيا ودوني ضرب بالحجم وانت كنت قدها يعني بصراحه يعني بشهاده الناس كلها يعني طبعا. طيب قبل طبعا. ما تبدا المسلسل هل زي ما قريت ودرست شخصيه توفيق فريج هل درست مثلا او قريت عن هشام عشماوي البطل الشهيد احمد منسي هل قريت عن الشخصيتين دول؟ في الحقيقه لا معلوماتي عن هشام عشماوي والشهيد احمد منسي معلومات العامه اللي في وسائل الاعلام وفي الاخبار وفي انما يعني اهتميت طبعا وانا كنتش اعرف حاجه عن توفيق فريج لكن بما اني هعمل الشخصيه دي فكان كل تركيزي وكل مجهودي ان انا اشتغل على الشخصيه اه الشخصيه اللي انت هتجسدها هي دي اللي كانت مهمه عندك بالزبط. برضو انك انت يعني اه تهتم بيها اه لما دورك انتهى في الحلقه 16 زي ما شفنا مع بعض كده اه في المسلسل او اللي عرضناه هنا في الحلقه وده مشهد فرح الناس كلها بس ما تتهيأليش انه فرحك انت لسبب انه ان دورك انتهى عند الحلقه ال 16 فقول لي بصراحه يعني هو كان في الحلقه ال 17 اه او و... في الحلقه ال 17 وانا زعلت ان دوري خلص انا زعلت بعد ما خلصت تصوير اه لان انا معلش كنت... دي بقى دي 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 عنوان بقى آه. آه. المصريين كلهم فرحوا وضياء عبد الخالق كان زعلان آه. في الحلقه ال 17 انا زعلت لما خلصت تصوير كمان مش لما دور انتهى بس يعني حتى لما دور كان نفسي ابقى موجود اكتر انا كده كمان آه كان أوه. يعني اقول لك الجو الرائع الجميل جوه في كواليس المسلسل حب أي. الناس كلها لبعضها من اصغر عامل لاكبر نجم في المسلسل طاقم العمل قدام الكاميرا ورا الكاميرا كلهم ناس في منتهى الروعه وكانوا بيعملوا العمل بحب و... والنتيجه ظهرت لانه الناس لما بتبقى فريق بيشتغل ب... بروح جماعيه الناس كلها بتحب بعض الناس كلها بتساعد بعض النتيجه بتبقى النجاح طيب ايه اصعب مشهد اثر فيك شخصيا مشهد عموما في المسلسل قعدت مثلا موجود لسه في بالك مش قادر تنساه آه خد منك محاولات يعني يكون في حاجه آه صعوبه مثلا آه كل المشاهد صعبه كل المشاهد صعبه كل المشاهد في اي عمل صعب التمثيل مهنه صعبه مش مهنه سهله مم. وان الممثل يبقى مركز علشان يعمل شغله صح دي مسألة بتاخد مجهود ذهني وبدني غير أنه الممثل ممكن يبقى بيصور بال 12 ساعة وبال 16 ساعة حتى المشهد اللي ممكن أطلع فيه ما بقولش جملة ده مشهد صعب المشهد اللي ممكن تطلع فيه صامت ممكن يكون صعب طبعا صعب عشان تمثيل بالحركه والايماءات ولغة و... الجسد العين مشهد صامت انا بسمع الناس بتتكلم في طب انا ب... انا بيدور في دماغي ايه هل بيدور في دماغي انا ضياء ولا في دم... في دم... في, دم... في, داخل الشخصيه فلازم ابقى الشخصيه ما بقاش برضو ضياء حتى وانا ساكت ف كله صعب تمثيل مهنه صعبه مش سهله محتاجة تدريب كتير علشان الواحد يوصل لمستوى كويس هل قابلت الفنان أمير كرارة أثناء التصوير خصوصاً ما فيش مشهد جمعكم قابلته بعد التصوير قال ايه <applause> أمير كرارة شخص جميل وإنسان أنا بحبه جدا جدا وإحنا أصحاب من فترة يعني اشتغلت إحنا كلنا حبيناه كفاية إن هو طالع آه. أحمد منسي آه جميل جميل يعني أنا بتفرج عليك وأقول أنت يا أمير أنت بتجيب الحلاوة دي منين؟ <applause> <applause> ده عشان بس عامل شخصية كمان جميلة فأضاف حب آه. على حبه ليه كفنان أمير طبعًا كرارة طبعاً يعني. إحساسه بالشخصية إحساس عميق وإحساس جميل <applause> طيب لو حابب توجه رساله لشباب ممكن هم يتم استدراجهم لطريق التطرف او لطريق ابو عبد الله تقول لهم أه ايه؟ اقول لهم ارجعوا للقران مم. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر مم. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا الصلاة والسلام. قال له قول للناس ايوه وضح لهم لكن انت مش هت مش هتجبر حد على حاجه ومن شاء فليؤمن ومن شاء, من شاء فليكفر. فليكفر والحساب ربنا اللي بيحاسب مين الناس دول ايه ايه الصلاحيه اللي عندهم عشان يقول ده كافر وده مؤمن وده يخش الجنه وده يخش النار ده اللي بقوله للشباب ما تسلموش ودنكم وما تسلموش دماغكم لكلام مش مظبوط ارجع للمرجعية هي لل... المرجعية هي, هي كتاب القرآن الله. هي والسنة والسنة والأزهر وأنت مش عارف روح لحد مصدر ثقة اسأله آه. إنما ما تروحش لواحد مربي دقنه في الجامعة وخلاص آه. يعني, ما يعني آه. آه. مشاهد المسلسل كلها تقريباً معظمها يعني اتصورت في صحراء آه. وأنت قلت إنه ممكن تقعد كنت ب 16 ساعة تصور احكي لنا على مثلا تفاصيل صعبه انه انتوا بتصور في صحراء وبعدد الساعات الطويله دي يعني بتشقوا يعني مش بالسهل يعني احنا بنشوف اه مثلا مشهد بيبقى مثلا ثلاث ثواني هو وراه ساعات من العمل يعني ساعات تصوير كمان يعني, اه يعني المواقف الطريفه جدا <applause> مثلا ايه اه عايز اخش الحمام اه فكل الحاجات بقى <applause> والكرفانات بعيد جدا و... واحنا ما عندناش وقت اه فالواحد عشان يروح لحد ما لازم مشوار طويل أوه. لانه انت بتصور كمان خارجي وداخلي ولازم مم. المعدات والحاجات دي ما تبانش في الكاميرا فالعربيات دي كلها بتروح بعيد لانه مم. لا دي اه موقف <تصفيق> <تصفيق> متعب هنخرج طيب. بقى من شخصية أبو عبد الله وندخل على شخصية فرج يعني الحقيقة هما شخصيتين بيتسموا بالشر هما الاثنين فاحكي لي على الفرق ما بين شخصية أبو عبد الله وشخصية فرج يعني أنت كنت تمثل أكيد الاثنين أو بتعمل في, وقت يكاد يكون آه آه واحد يعني النهاردة بصور أبو عبد الله بكرة فرق بكرة فرق آه. طب احكي لي بقى عن الموضوع ده الموضوع ده زي ما قلت لك قبل كده التمثيل عمليه فهم مم. مش تقمص وبالتالي واحنا درسنا في المعهد في معهد في المسرحيه ما كنت طالب درسنا في ماده اسمها حرفيه التمثيل اه الحرفيه دي انه ازاي الممثل يبقى عنده القدره والحرفه انه يخرج من شخصيه يخش شخصيه في نفس اللحظه يعني تدرسوا كمان انه ازاي تخرج من الشخصيه وتدخل في شخصيه ثانيه طبعا طبعا وبنتمرن عليها تدريبات كتير جدا عشان آه آه فدي مساله مهمه جدا يعني المعهد كان ليه دور كبير جدا ف... آه انا عارفه كتير. ان عندك خبره طبعا طويله ودارس ودارس مسرح وكل ده وتاريخ طويل يعني تقريبا اكثر من 95 عمل مش كده؟ ما عديتهمش بصراحه اه لا بس هم الارشيف كتبت. عندي احنا عدينا اه ولا خايف تتحسب؟ لا هو ما شاء الله ممكن, الله ممكن يبقى اكتر كمان وفي حاجات مثلا ممكن ما كمان آه يبقى اكتر صح يعني طيب آه. آه مفيش مره حصل خلط بين دورين عملتهم بين مشهدين عملتهم يعني ما, ما قدرتش ان انا اقول كلام بتاع فكرت مسلسل نفسك تانية. ابو عبد الله وانت كنت ساعتها فرج مثلا <applause> في توة؟ آه. يعني ممكن حصل؟ لا ما حصلش بالشكل ده بس أو. يعني قبل ما ابتدي اشتغل الفتوى انا كنت بحاول ايه كنت عامل طبقه صوت شويه أو مش طبقة يعني مستعاره شويه بس طبقه لازم يعني مهم ايه وانا حتى والممثل بيعمل طبقه مستعاره لازم ما تبانش انها مستعاره ما تبانش انها لا تبان طبقه صوت حقيقيه م. بتاعت الشخصيه. أه فدي صعبه فلازم أه كل شويه ابتدي إيه أه يعني عارفه تدريبات السولفيج اللي أيوة. أه 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 واجيب مثلا جمله ثابته في دماغي من جمل شخصيه فرج أه اقولها فلحد ما امسك التون بتاع الشخصيه م. وتكشيره الوش وال مكشر على طول وحتى لو ضحك بيضحك هو يعني مكشر. م. وال يعني والمرجعيه بتاعتي في ده نماذج في, في ناس بتبقى مكشره طول الوقت على طول كده فانا هنا في حبيت اعمل ده يبقى مختلف شويه عن ابو عبد الله ابو عبد الله بيفكر شويه بي بي انما ده تمام الفتوه ده دور شر ال ال الاختيار ده دور ارهاب في فرق بين الاثنين طبعا طبعا لازم بين الشر والارهاب وهل الشر فيه درجات خلينا نقول التكفير التكفيريين مم. يعني اه, آه الـ الـ الناس كلها مش شبه بعض صوابع الايد الواحده مش شبه بعض ممكن ابقى بعمل دورين واحد شرير في مسلسل واحد شرير في مسلسل تاني في فرق لازم يبقى في فرق لانه مفيش حد شبه التاني مفيش فهنا الصعوبة بقى إن أنا إزاي الممثل يعمل شخصية مختلفة عن شخصية طب ما أنا عملت مثلا في كباريه عملت الإرهابي التكفيري ده في في كلبش اتنين لازم ألاقي فرق فرق لأنه يعني حسب سن الشخصية الوضع الاجتماعي بتاع الشخصية البيئه المحيطه بالشخصيه كل دي تفاصيل بتخلي في اختلاف لازم يبقى في اختلاف لما تعرض عليك الدورين دور فرج ودور ابو عبدالله تحمست لانهي فيهم اكتر بصراحه تحمست للاثنين بصراحه بس ردود الافعال طب عملت حساب انهي فيهم اكتر لا الاثنين الاثنين بنفس الاتنين. الدرجه الاثنين بنفس الدرجه اني ابقى موفق في دور اكتر من دور دي بقى حاجه بتاعت ربنا وبتاعت الظروف وكده. طيب الناس يعني اكيد انت ليك متابعين وليك مشاهدين وعندك فانز وحاسس ان هم حابين انهي دور اكتر؟ فرج ولا عبد الله؟ مش حابين يعني مبهورين مرتبطين. ردود الافعال اكتر على ابو عبد الله آه. لانه الموضوع موضوع حالي و... ويهم الناس كلها و... وموضوع عن ابطال حقيقيين ونماذج حقيقيه احنا عشناها واحداث عشناها وشايفينها وبنعيشها لحد اللحظه ف... وحجم المشاهده طبعا اكبر وبالتالي ردود الافعال كانت اكتر مع ابو عبد الله تمام آه... آه... نجم بقى ضياء عبد الخالق آه زوجتك قالت انك تنفع في الادوار الرومانسيه. اه يعني ايه هو ده السؤال؟ اه كده السؤال, السؤال. <applause> يعني انا سالت خلاص. بص هقول لك يعني هل مثلا هي كانت بتقصد ان هي مثلا تقول انك انت رومانسي قوي يعني يعني بتديك كلمه كده يعني ساعات كده الست تقول للراجل ده حبيب قوي يعني تكون ايه أه يعني أه اللي هو تحت <applause> الحزام يعني زي ما بيقولوا فبصراحه كده يعني كانت زوجتك بتقصد ايه من الكلمه دي؟ خليني اكلمك شويه عن مراتي بشكل أه أه عشان الصوره تبقى واضحه اكتر تمام أه أه مراتي مش بعيدة عن الوسط الفني هي أنا تعرفت عليها وهي مساعد مخرج أي. ومساعد مخرج شاطرة جدا جدا و... وكانت قبل ما نعرف بعض خالص م. من من المعجبات بيا كممثل يعني هي سامعاك دلوقتي وشايفاك انت موافقه على الكلام ده؟ هكمل لا لسه ده انا هقول الكلام اكتر كمان؟ <applause> طيب انت هتسحر فين النهارده؟ في البيت في البيت؟ طبعا حضري له الاكل اتفضل كمل <applause> هي شايفه ان انا عندي كتير ما طلعش شايفه موهبتك وشايفه موهبتي كويس قوي لان قبل... هي في المجال و... و لان هي في المجال ومش بس لان هي في المجال أوه. لان هي برضو م, م... م... ب... بتعرف تتفرج يعني بتعرف تشوف أي. و وب... وبتعرف تختار لبسي وبتعرف ت... تنظم لي حياتي هي اللي هي... بتختار لبسك يعني بتبقى الستايلست بتاعك في كل حلقه في كل في كل برنامج انا عشان في كل عمل في مش في كل دور. عمل مش في أوه. كل عمل في في حاجات ممكن انما في اعمال زي ابو عبد الله طبعا دي الفتوه ما لا ملهاش ما علاقه دي بشغله الستايلست في اعمال مودرن بيبقى فيه ستايلست بيقترح حاجات وهي بتقول له طب أنا عارفة هيبقى ده هيبقى احسن عليه جرب كده شوف في حاجات بيبقى تمام يعني <applause> وهي بتلبسني في الحياه وهي هي, هي مديره هي لك لبسك اللي انت الطقم اللي انت لابسه النهارده طبعا طبعا ده خروج عن النص اللي انا بعمله ده وخروج عن السكريبت و... بس هي حقها طبعًا عشان نقولها آه يعني بصراحه آه, اه يعني اولا كل سنه وهي طيبه آه وبنبارك لها معاك لان هي شركتك من حقها ان احنا نبارك لها معاك وبنحييها طبعا لانه وانا احب احييها واشكرها آه لان هي ليها دور كبير جدا ومهم جدا في حياتي هي تحملتني كتير جدا وتحملني كتير جدا في لحظات في فترات الشغل بيبقى عنيف جدا ومش عايز حد يتكلم معايا وبعده عني وحاجات كده هي مستحمله كل ده وانا بشكرها ومدين لها بكل نجاح انا بنجح بس انت قلت لي انا هقول لك اكتر كمان مفيش حق يعني كنت مستنيه انفجار حاجه انا مستعجله ايه؟ وعايزه ده لا لا لا, لا, لا <applause> انا بص بقى مع <applause> <applause> اذنكم بقى يا جماعه احنا مش هنقفل غير لما نسمع الكلام ده اتفضل يا فندم اتفضل فعلا انا محظوظ بيها ايوه أنا حظي حلو م. أن شيماء بقت مراتي أنت قلت لي إن هي كانت من المعجبات فأنا قلت لك إذا أنت بتعترف قلت لي وهقول لك أكتر كمان لا مش معجبات كانت يعني معجبة بيك أنت يعني هي بتتفرج على السينما بتتفرج على شغلي فهي أه معجبة بفنك أه, فنك. آه فن تمام آه. آه يعني ممكن أقول مثلا إن هي كانت هي اللي خلتك مثلا تاخد بالك منها لا خالص دي صدفة إحنا اتقابلنا صدفة اتقابلتوا صدفة واتقابلنا صدفة النهاردة بعد شهر اتجوزنا اتجوزتوا بعد شهر آه. ما اتقابلتوا وكان حسن الاختيار طبعا وثمرة بقى ال... انت عندك بنت واحدة بنت عندي بنت عندها سبع سنين اسمها ايه؟ كارمن 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 بتتفرج عليك؟ احيانا مم. بس هو بتفرج على بس هي فاهمه ان ده بابا لما بتشوفك طبعا بابي في التلفزيون خلاص هي عارفه ان انا ممثل في الاختيار بص بابي اهو وبعدين تروح تعمل اي حاجه وتيجي تاني تشوف مشهد ل... للقوات المسلحه للصعقة وتسرح بقى وتروح مع الناس دي وبعد ما المشهد خلص قالت لي بابي انا عايزه اما اكبر ابقى زي دول اشتغل كده عايزه تضرب نار تبقى لا آه. هو ما كانوش بيضربوا نار آه. لا ده مشهد كان فيه كلام آه. مش مشهد اكشن انا بقيت في منتهى السعاده آه. انه بقى النموذج بالنسبه لها النموذج المشرف ده. يبقى كده الرساله اللي اتعملت عشانها اتعمل عشانها المسلسل وصلت طبعا وصلت لطفله بدايه من سبع سنين طبعا طيب طبعا. اخر سؤال هساله لك اللي هو نفس اللي احنا قلناه اخر كلمه يعني مسلسل الاختيار كان ليه رساله كان ليه نصيحه زي ما بيقولوا ف وكل ده لاولادنا ولينا كجيل ممكن حضرتك تنقل لنا الرساله دي دلوقتي تقولها للساده المشاهدين انقل أه أه الرساله رسالة مسلسل دي مسلسل الاختيار. انا متهيألي قلت في في اجابه سؤال قبل كده ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مفيش حد عنده الصلاحيه انه يتهم حد بالكفر او يتهم حد ب لا ربنا اللي بيحاسب و... وانت يعني حب الناس وحب الحياه و... وخليك معتدل ودغري و... و... وخلاص الرساله انه النماذج اللي زي دي نماذج ملتويه وغير سليمه وتسعى الى اهداف ملهاش علاقه بالدين تسعى الى سيطره وحكم اختيار للطريقين آه. طريق الشر وطريق الخير الطريق ده الطريق الوطنيه الطريق, طريق الطريق مصر الطريق بتاع التكفيريين ده طريق مالوش علاقه بالدين هم بيستخدموا الدين وبيفسروا تفسيرات تلائم اغراضهم واغراضهم سياسيه ملهاش علاقه باي حاجه والتمويلات اللي بتجيلهم من جهات الجهات دي اول ناس هيفتكوا بيهم بعد ما يتمكنوا من تحقيق اهدافهم مظبوط آه انا بشكرك جدا نجم ضياء عبد الخالق انت نورت كل يوم والحقيقه يعني بنهنيك على دورك آه احنا طبعا متحيزين لمسلسل الاختيار لانه يعني هو من المسلسلات اللي احنا بنتكلم فيها كتير لانها يعني ثابت آه انطباع في قلوبنا الحقيقه بالرساله اللي عايز يوصلها وبرده بنهنيك على الفتوه وبنشكرك جدا على وجودك معانا النهاردة وعايز أقول في, في الختام الحقيقة مشاهدينا في ختام حلقتي النهاردة عاوز أقول أنه في أدوار بتنادي أصحابها ودور أبو عبد الله نادى ضياء عبد الخالق اللي عمله باقتدار وتمكن وأثار إعجاب الجميع كلنا محتاجين ممثل كبير الحقيقة أو كنا محتاجين ممثل كبير وموهوب يعرفنا شخصيه دمويه زي شخصيه توفيق فريج ودوره الارهابي في سينا وده حصل بالفعل باداء الفنان ضياء عبد الخالق وكنا محتاجين الحقيقه مسلسل كبير زي الاختيار علشان نفضل فاكرين بطولات شهدائنا وجنودنا في محاربه الارهاب والتطرف مسلسل بقى الحقيقه بعتبره انه وثيقه لفتره مصر بتواجه فيها دول ومتآمرين وجماعات دوليه وتمويلات ضخمه و الحقيقه انه الرساله تكون وصلت لكل فرد وهي رساله الاختيار مشاهدينا تصبحوا على خير ونشوفكم بكره في حلقه جديده ان شاء الله